المعرض بتضم حوالي 70 عمل لفئة الشباب دون 35 عام، افتتح اليوم ويستمر لحوالي 10 أيام لنهاية الأسبوع القادم تقريبا. الحقيقة هو ضمن الفعاليات بترعاها وزارة الثقافة الفنون الشابة لرعاية وتشجيع وتحفيز المواهب الشابة في هالفترة يلي الفن هو أحد أوجه ووسائل الثقافة اللي بترعاها وزارة الثقافة خلال الفترة العصيبة اللي بمر فيها البلد. هو معرض الربيع برعاية وزير الثقافة ومعرض سنوي للفنانين الشباب. طبعا من سنتين نحن حاولنا نعمل نظام الجوائز بهذا المعرض للسن تحت 35. الغاية منه هو تحفيز الفنانين الشباب لأنه يقدموا نتاجهم بشكل أفضل ويصير في تنافس مع يعني بين بعض لحتى نحن نختار الأعمال الأميز ونشوف يعني دائما بعملية المسابقات والجوائز يقدم أفضل شيء بالنتاج. أول مشاركة إلي هون بالمعرض، ولوحتي بتحكي عن الفزاعة، وهون بحكي عن الرياح، كيف إنه بتهب الرياح بالبشر مو بس حتى بالحقول أو هي، وكتير حابة إنه شاركت لأول مرة، وهي خطوة يعني خطوة جديدة بمستقبلي، وحابة كمان شارك لبعدين بأكثر يعني من معرض، وإن شاء الله يا رب هي أول خطوة حتى بلش يعني حقق حلمي وهدفي. بعملي اللي مشارك فيه اليوم عم حاول أعمل حالة دمج. أول شيء اختياري لخشب الزيتون هو حالة قدسية، الخشب الزيتون فيه له قدسية خاصة عن يعني مميز عن باقي أنواع الأخشاب، بيحمل روح، بيحمل حالة شبيهة بحالة الإنسان. اسم العمل بوسيدون، بوسيدون هو إله البحر، بختار الاسم كمان من الأساطير. كمان الأسطورة عند الإنسان هلا إلها قدسية، إلها وجود أكثر. المعرض هو كثير مهم لأنه كل سنة بيكون واسمك بينعرف بين فنانين مهمين كثير، وقلنا فرصة كثير منيحة للشباب لأنه ما كثير لنا فرص بالبلد، فهذا بيكون كثير ممتاز. عملي اسمه ظهور، ظهور يعني أنه عم يطلع من الشيء، من الوضع اللي هو فيه، الأسالهم اللي نحن فيه، للنور. من اسمه مبين ظهور، الانبثاق إلى النور، للسلام، للحب، للشيء الجديد، يعني أنه وداعا للماضي السيء وأهلا بالجديد. حبيت أقدم شيء يعني من ثقافتنا الصوفية بس يعني بأسلوب جديد، في حداثة بألوان، بالخطوط، بالتلقائية، بالرسم، الشيء العفوي، الطفولة، قريب للطفولة. كنت أرسم أنا سريالي أول شيء واقعي، بس لقيت الصوفية فيها كتير فانتازيا أو شيء سريالي خيالي، في يعني فين واحد يبحر فيه.